أعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن سعادتها البالغة بوصول أعمال جائزة سموها العالمية لتمكين المرأة في دورتها الأولى لمرحلة الإعلان عن الفائزين والفائزات بها بعد 3 سنوات من العمل الدقيق والمنظم. أشرفت على خطواته هيئة الأمم المتحدة للمرأة وساندتها في ذلك لجنة تحكيم مستقلة ضمت نخبة من الشخصيات العالمية رفيعة المستوى. الحضور الكريم، يسعدني بداية أن أحييكم وأن أعرب لكم عن سعادتي البالغة بوصول أعمال الجائزة العالمية لتمكين المرأة في دورتها الأولى لمرحلة الإعلان عن الفائزين والفائزات بها بعد 3 سنوات من العمل الدقيق والمنظم. أشرفت على خطواته هيئة الأمم المتحدة للمرأة وساندتها في ذلك لجنة تحكيم الجائزة التي ضمت نخبة من الشخصيات العالمية رفيعة المستوى. وأجد في اجتماعكم هذا خير فرصة لإلقاء الضوء مرة أخرى على رسالة وأهداف الجائزة التي نجد فيها خلاصة فكرية ومعرفية لخبرتنا الوطنية في مجال تمكين المرأة ومتابعة تقدمها في مملكة البحرين، الأمر الذي أسهم في وضع هذه المبادرة تحت تصرف المجتمع الدولي من خلال هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تحرص بدورها على إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات ونقل المعارف وتوجيه الموارد لدعم الجهود والمساهمات الوطنية التي ترتقي بحياة المرأة وتمكنها من الإسهام بشكل مؤثر في تنمية ونهضة مجتمعها، وبما يحقق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030. فكل التقدير والامتنان لرئيسة وأعضاء لجنة تحكيم الجائزة على ما أبدوه من حرص واهتمام بمتابعة تفاصيل هذا المشروع الطموح الذي يحتفي بالإنجازات النوعية والمؤثرة. وأخص بالشكر السيدة فنزلي على حضورها الشخصي لفعالية الإعلان على نتائج الجائزة والتي تنوب عنا من البحرين للمشاركة فيها سمو الشيخ نايل بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة، مع تطلعنا لدعوتكم جميعا وكافة الفائزين بالجائزة لزيارة مملكة البحرين لتقديم تهانينا الشخصية لهم والتعرف بشكل أقرب على تجاربهم ومبادراتهم المتميزة. أبارك للفائزين ولكم منا جميعا كل تحية وتقدير.